Yeah. Mr. Keller. Check yeah. Team Dark. Yeah. شباب الخير. تفرز ما بين الخطية والتحالفية، دي أهم حاجة. إلا فرزتي ما بين الخطية وعرفت كتخدم من خطية كتخدم من خاصية ديالها. ولا كنتي خدام التحالفية كتخدم من خاصية ديالها. كل واحد عندها طريقة في العمل ديالها. والدرس غنحاول نفهمو شوية دابا، مي في التمارين أو في الأمثلة اللي غنعطيكم غنفهمو أكثر. بالنسبة للتحالفية اللي ما كتحسب على شكل أن بليكس كتساوي أ تساوي ب. أ هي معالي دالة، وب هي موجب عند أصل. من كنهضرو على الدالة كنهضرو على واحد المعلم في واحد المستوى، كاين واحد الدرس سميتو المعلم في المستوى، ديجا خدمناه. هداك المعلم في المستوى كيتكون لينا من أو إي جي. معايا بعدا هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، هنا أربعة، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. وما لا نهاية هنا، ما لا نهاية، ما لا نهاية، ما لا نهاية. ديجا كتكون ما لا نهاية هي المعنى ديال أن واش المستقيم عنده حدود ديالو، ما عندوش حدود ديالو، هي ما لا نهاية، ما لا نهاية من النقط. غتبداو تقراوها من هنا للسنتين. دابا في القطريا ما كتقراوش بهاد ما لا نهاية. إذا هذا اش كنسميو؟ كنسميو محور الأفاصيل، وهذا محور أراتيل. هذا كنمثلو إكس وهذا كنمثلو إيكغيك في الإحداثية العادية اللي سميناها في المعلم المستوى. مثلا درنا أ جوج ثلاثة، هذا هو إكس هو جوج، وثلاثة هو إيكغيك. إذا هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك، جوج هي هذي وثلاثة هي هذي. إذا النقطة أ هي هذي. هنا بحال علاش كنهضرو؟ أنا كنهضرو على المعلم المستوى، ضروري تكون فاهم المعلم المستوى باش تقدر تمثل. كاين اشياء غدا ان شاء الله غنحاولوا نقعدوا هادشي مزيان، ولا عندو كونيكسيون هابطه ما غيبانش ليه مزيان. اذا قلنا على ديك الداله تنجبدو هو ا دو اكس كتساوي ا اكس، قلنا هنايا كتعني اكس و ايكغيك و ا دو اكس و جي دو اكس. هاد المعلومات حاولوا تعقلوا عليهم من غنبداو التمارين، هاد المعلومات غنركزوا معاهم حتى اللي ما كيبانش ليه راه اي حاجه انا كنقولها وديجا ندير لكم الدرس. يعني راه ركزتي معايا مزيان تكونسونطريتي غير في الهضره ديالي غتفهم شنو غنقول. سير بالنسبة للعمل، إن أ إكس كتساوي أ إكس زائد ب، أ هي معادل دالة، ب هي مرتبة عندنا أصل، سامع. وبالنسبة لجي دو إكس اللي هي دالة خطية كتساوي أ إكس هي معادل دالة أ، كيفاش كنجبدو أ؟ أ دو إكس على إكس، وكيفاش كنجبدو أ ديال التحالفية هي أ دو إكس موان أ دو إي على إكس ناقص إي. من بعد غنعرفو هادشي منين غنجيبو، من التمثيل ديالي. ان ديال الدالة الخطية، جي ديال الدالة الخطية، وان ديال الدالة التحالفية. التمثيل ديالي هنايا كيفاش غنمثلو؟ يعني لاحظت الجي دو اكس هي واحد العالم غيخرج لينا، هو هذا العالم هو ا اكس، يعني هاد الجي دو اكس هي ا اكس. إذا هاد ا اكس العالم اللي غادي يخرج ليا غنعوضو هنايا في بلاصة اش؟ بلاصة ايكغيك. داكشي علاش هنا ايكغيك حاطط لي الجي دو اكس و اف دو اكس. لا ميم شوز هنايا بالنسبة للتحالفية، اكس هو العدد العادي، ان دو اكس هو العدد اللي غيخرج ليا اللي هو ا اكس زائد ب. سامع مزيان؟ إذا هنايا غنحاولو نديرو واحد الأمثلة باش نقدرو نعرفو أكثر. ركز معايا مزيان، غنحاول نقول لكم أسئلة متداولة في الدالة، وكاين أسئلة اللي هما شوية صعاب. حنا غنحاولو نشوفو الأسئلة اللي شوية صعاب دابا حتى نشدو الدرس مزيان، غنشوفو الأسئلة اللي متداولة اللي ديما كتهضر. أول حاجة يقول لك مثلا عطاك واحد الدالة تحالفية، يقدر يعطيك الدالة ويقدر ما يعطيهاش. يعني إلا عطاها لك كاين واحد السيناريو ديال التمارين كيتحقق، إلا ما عطاهاش لك كاين واحد السيناريو ديال التمارين. غنحاولو نديرهم جوج. إذا في المثال نحاولو نقولو بأن الدالة مثلا جي دو إكس كتساوي جوج إكس. إذا هذه دالة خطية ولا تحالفية؟ سي نورمال. إلا شفنا جوج إكس إذا راه هذه دالة خطية أ إكس. أشناهو هو معامل دالة؟ إذا معامل دالة شناهو هنايا؟ هو جوج. إذا ولينا كنعرفو هاد المعلومات اللي خديناهم كنحطوهم في الدالة. سي بون ركز معايا، هاد جوج قلنا هو معامل دالة. السؤال مثلا غنعطيك واحد السؤال ويقول لك أعطيني جي ديال واحد مثلا، صورة واحد، ويقول لك أعطيني جي ديال ثلاثة مثلا أو ديال جوج. إذا هادو الصور، شنو هي معنى ديال الصورة؟ الصورة ديال الدالة هي أكس، هاد أكس هي الصورة ديال الجي دو إكس. يعني مثلا الصورة ديال الجي ديال واحد، شنو كنديرو هنا؟ كيعطيو لك السؤال، عندي الجي دو
تساوي جوج إكس. إذا الجي ديال واحد تنعوض واحد في إكس، إذا كنعوضها تانية جوج في واحد هي شحال؟ إذا الجي ديال واحد هي جوج. هذا أسهل تمارين، أنا أوسيل ما تعرفوش. إذا خص ديما تدخل الباب القيطة ديالو ولا وسط القيطة ديالو اللي عطاها الله خصها تكون عندك. إذا الجي ديال جوج غنعوض جوج على جوج، جوج شحال؟ هي أربعة. إذا الجي ديال جوج هي أربعة. إذا الصورة ديال الجي ديال واحد هي جوج، واش الصورة ديال أربعة هي جوج. سير مزيان. بعض المرات كيعطيوني نجبد إكس، هاد إكس واحد السؤال اللي كيكون شوية صعب. كيعطيك واحد السيناريو ديال السؤال كيقول لك بين ليا بأن 8 هي الصورة ديال الجي ديال إكس. كيعطيك هاد ا اكس وكيقول لك جبت ليا اكس، كيعطيك هاد ا اكس كامله وكيقول لك جبت ليا اكس. من بعد نديرو اسئله اللي كيكونوا شويه صعب. ثاني حاجه ما عطينيش هويا الداله الخطيه، داير المثال ديال الداله الخطيه، هو ما عطينيش الداله الخطيه نهائيا. اذا انا ما عطينيش الداله الخطيه غير يقولي جبدها، وعاطيني الجي ديال واحد كتساوي جوج، والجي ديال جوج كتساوي 4. عطيها ليا الجي ديال جوج كتساوي 4 والجي ديال واحد كتساوي جوج. الا عطاني غير وحده منها في الداله الخطيه كيف يعني نجبد الداله الخطيه كيفاش كتكتب؟ عطاني غير وحده منها. اذا هو في السؤال غيقول لك اثبت ان الداله الخطيه هي الجي ديال كتساوي جوج اكس، ولا غيقول لك في السؤال اعطي كتابه ديال الداله الخطيه. ماشي الداله واضح، انا غنحاول بالهضره نعقدهم. نعاود ندير واحد الريفيزيون خفيفة. الدالة الخطية على شكل ماذا تكتب؟ قول معايا شكل جي دو إكس كتساوي أ إكس فقط، تنسموها دالة خطية. أ شنو كتعني؟ معايا معامل دالة مزيان. هذاك معامل دالة كيفاش كيجي؟ هو إف دو إكس على إكس، يعني الصورة مثلا دالة على صورة، إف دو إكس على إكس معامل دالة هو اللي غادي نحاول نجبدو هنا. فهمت تماما؟ كيفاش كنجبدو هاد المعامل الدالة؟ كفاية أنه نعمل الجي ديال واحد كتساوي جوج فقط. إلا عطاونا الجي ديال واحد كتساوي جوج أوتوماتيكمون كنشدو هادي الجي ديال واحد، عندنا الجي ديال إكس دالة خطية تكتب على شكل الجي ديال إكس كتساوي أ إكس، كتجي هنا لنحدد أ. ما هو أ؟ هو معامل الدالة كيساوي شحال؟ كيساوي الجي ديال واحد على واحد. جي ديال واحد كتساوي جوج، جي ديال واحد على واحد، جي ديال اكس على اكس، يعني كناخدو هاد العدد اللي كاين هنا. سي بون معايا. جي ديال واحد شحال كتساوي؟